بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الأدعية والأذكار، تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري يحفظه الله. الحديث عن دعاء القنوت في صلاة الوتر. الحديث هنا دعاء القنوت في صلاة الوتر، وفي أبي داود والنسائي وغيرهما عن الحسن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالي. هذا دعاء عظيم مشتمل على مطالب جليلة ومقاصد عظيمة، ففيه سؤال الله الهداية والعافية والتولي والبركة والبقايا من مع الإقرار بأن الأمور كلها بيده وتحت تدبيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قوله في أول هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، فيه سؤال الله الهداية التامة النافعة الجامعة لعلم العبد بالحق وعمله به. فليست الهداية أن يعلم العبد الحق بلا عمل به، وليست كذلك أن يعمل بلا عمل نافع يهتدي به. فالهداية النافعة هي التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. وقوله في من هديت فيه فوائد: أحدها أنه سؤال له أن يدخله في جملة المهديين وزمرتهم ورفقتهم، وحسن أولئك رفيقا. الثانية أن فيه توسلا إليه بإحسانه وإنعامه، أي يا رب قد هديت من عبادك بشرا كثيرا فضلا منك وإحسانا، وأحسن إلي كما أحسنت إليهم واهدني كما هديتهم. ثالثا أن ما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم ولا بأنفسهم، وإنما كان منك وأنت الذي هديتهم. وقوله وعافني في من عافيت في سؤال الله العافية المطلقة، وهي العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والأمراض والأسقام والفتن، وفعل ما لا يحبه وترك ما يحبه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد: سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. وهذه قراءة في فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد البدر. ولقد وصلنا إلى دعاء القنوت في الوتر، هكذا هو العنوان صحيح؟ هكذا العنوان، دعاء القنوت في الوتر. نعم، ممتاز. بادئ ذي بدء، أولا لما نأتي نعرف القنوت، ماذا تقولون في تعريف كلمة القنوت أيها الكرام الفضلاء؟ ماذا تقولون في تعريف كلمة القنوت؟ ونحن دائما في أمور الشرع نعرف لغة ونعرف اصطلاحا، نعرف لغة ونعرف اصطلاحا، ونقول إن الحقائق ثلاثة: لغوية وشرعية وعرفية.
وعند التنازع فالمقدم هو الحقيقة الشرعية. طيب ما هو القنوت؟ إيش تعريف القنوت؟ تفضل. الآن إحنا ما معنى القنوت؟ لما الله عز وجل يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكلمة القنوت ماذا تعني؟ ماذا تعني هنا القنوت؟ دعاء القنوت ماذا يعني؟ دعاء القنوت نقول أمن هو قانت. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن القنوت يطلق صاحب حاجة مثلا ولا؟ طيب القنوت على كل حال هو له عدة معاني. القنوت يطلق على الدعاء ومنه دعاء القنوت، ويطلق على القيام طول القيام، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما فيطلق على الدعاء، ويطلق على ويطلق أيضا على القيام. ولذلك ربنا عز وجل يقول إيش؟ الصابرين والصادقين والقانتين والقانتين. وأيضا قال في العشرة الأصناف من الطائعين قال والقانتين والقانتات. ولما مدح مريم عز وجل قال وكانت من القانتين، وكانت من إيش؟ وكانت من القانتين. فالقنوت يأتي بمعنى الدعاء، ويأتي بمعنى طول القيام في العبادة، ويأتي بمعنى الخضوع، ويأتي بمعنى السكون، ويأتي بمعنى السكوت، ويأتي بمعنى الطاعة، ويأتي بمعنى الصلاة، ويأتي بمعنى الخشوع، ويأتي بمعنى العبادة. كل هذا أيها الكرام الفضلاء معاني لكلمة قانات، القاف المثنى والنون الموحدة الفوقانية والتاء المثنى الفوقانية، كلها تدل كما قال أحمد بن فارس، وأنا أنصح بهذا السفر المبارك معجم مقاييس اللغة للإمام أحمد بن فارس رحمه الله، قال هذا معنى لغوي صحيح يدل على الطاعة والخير في الدين. إذن قنت يدل عليه أحبابي الطاعة والخير في الدين. طيب هذا المعنى اللغوي. طب المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي هو الذي الآن نحن بصدده، الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. طيب هل الدعاء في الركوع يسمى قنوت؟ مشايخ، الدعاء في الـ في الـ في الـ في الركوع يسمى قنوت؟ لا يسمى قنوت. لا يسمى سيدي. احنا الان ركزوا في معايا في المعنى الاصطلاحي، وهذا المعنى طبعا ذكره الإمام ابن حجر فتح الباري، قال القنوت في الاصطلاح هو الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. يعني الدعاء في السجود لا يسمى قنوت، والدعاء في الركوع لا، لكن يكون فين؟ في القيام. وضحت أحبابي؟ ولما قال في القيام، ولما قال في القيام، إذن يكون محله بعد الركوع وقبل الركوع، لأن كلاهما قيام، صحيح يا مشايخ؟ نعم شيخ. طيب ممتاز، هذا كلام، هذا ممتاز، هذا كلام جيد، وهذا كلام طيب. طيب هذا من حيث التعريف انتهينا منه. طيب نأتي في مسألة الآن، ما هو حكم القنوت في صلاة الوتر؟ ما هو حكم القنوت في صلاة الوتر؟ الآن احنا ما بنتكلم على القنوت في النوازل، نحن محرر كلامنا القنوت في الوتر. طيب ما هو حكم القنوت في صلاة الوتر؟ هذا مشروع جائز عند جمهور العلماء، وهو مذهب الحنفية، مذهب الحنفية كما في فتح القدير للكمال بن الهمام، وقال فيه المرغناني وفيها واجبات الصلاة، يعني عند الحنفية كقراءة الفاتحة والقنوت في الوتر. إذن القنوت في الوتر عند الأحناف واجب ولا مستحب؟
تفاعلوا يا شباب، تفاعلوا اكشن اند رياكشن، الله يرضى عليكم. واجب يا شيخ، واجب. اذا احفظوا هذا الكلام. طب اذا كان القنوت عند الاحناف في الوتر واجب، من تركه ماذا عليه عند الاحناف؟ إذا واجب معنى ذلك يجزي السجدتين كلها. يا سلام، وهذا الذي اختاره المرغناني، قال ولهذا تجب عليه سجدة السهو بتركها، هذا هو الصحيح. انتهى من كتاب الهداية. لكن عند محمد ابن عند محمد بن حسن الشيباني وأبي يوسف يعقوب صاحب كتاب الخراج يقول سنة، ليس بواجب، ليس بواجب، إنما الوجوب عند صاحب المذهب عند الإمام أبي حنيفة، كما نقل ذلك الكساني في بدائع الصنائع، قال القنوت واجب عند أبي حنيفة وعندهما، يعني محمد بن حسن الشيباني وأبي يوسف يعقوب، سنة سنة. طيب، ومن هنا الكلام فيهما، يعني الكلام في قنوت الوتر مثل الكلام في الوتر، لأن الوتر عند الأحناف واجب أيضا، عند الأحناف، وإذا قلنا عند الأحناف يعني عند صاحب المذهب، وإذا قلنا عند الأصحاب يعني خلاف صاحب المذهب، لكن عند الأصحاب الوتر مثل دعاء القنوت هو سنة. طيب، قلنا يشرع القنوت في الوتر، وهذا مذهب الجمهور، وهو واجب عند الحنفية وعند الشافعية مستحب. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين وفي المجموع شرح المهذب، وكليهما للنووي رحمة الله عليه، المشهور من مذهبنا أنه يستحب القنوت فيه في النصف الأخير من شهر رمضان خاصة، وعند الحنابلة كما جاء في مسائل الإمام أحمد التي رواها أبو ليث السجستاني صاحب السنن، وأيضا في مطالب النهى للرحيباني، القنوت سنة، القنوت سنة، وذكر ذلك أيضا المرداوي في الإنصاف، وأيضا رواية عن مالك يقول ابن عبد البر حبيبنا طبعا ابن عبد البر طبعا، لكن هذا الكلام في الاستذكار، لأنه عنده التمهيد والاستذكار، كلاهما شرح للموطأ، التمهيد على منهج المحدثين والاستذكار على منهج الفقهاء. يقول ابن عبد البر روى ابن نافع عن مالك أنه سئل عن لعن الكفرة في رمضان في أول الشهر أم في آخره، قال مالك كانوا يلعنون الكفرة في رمضان في النصف منه حتى ينسلخ رمضان، وأرى ذلك واسعا إن فعل أو تورك. وقال أيضا مالك يرى القنوت في النصف الثاني من رمضان في الوتر، والدعاء على من استحق الدعاء عليه، ثم ترك ذلك فيما رواه المصريون عنه. أما رواية المصريين وابن القاسم وأشهب وابن وهب طبعا كلهم ضمن مشايخ أهل مصر، أنهم رووا عن مالك أنه سئل أيقنط الرجل في الوتر، قال لا. قال أشهب سئل مالك عن القنوت في الصبح فقال أما الصبح فنعم، وأما الوتر فلا أرى فيه قنوتا ولا في رمضان. إذن هو رواية عن مالك، يرى ولا يرى، يرى ولا يرى. أدلة مسألة القنوت في الوتر هو الحديث الذي بين يدينا، حديث الحسن، حديث الحسن ابن علي، وطبعا هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وأيضا عند البيهقي ولا يعز من عاديت، وقال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهو حسن، وقال ابن عبد البر في التمهيد روي من طرق ثابتة، وصحح إسناده النووي رحمه الله في الخلاصة، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير إسناده على شرط الصحيح، وقال ابن حجر في نتائج الأفكار حسن صحيح، وقال السخاوي في القول البديع سنده صحيح أو حسن،
وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين: أقل أحواله إذا لم يكن صحيحا أن يكون حسنا. وصححه العلامة أحمد شاكر في تحقيق المحلى لابن حزم، والألباني في صحيح سنن أبي داود، والوادعي في صحيح المسند. وقال الإمام أحمد في التلخيص الحبير لابن حجر: لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعني القنوت، لكنه لما قيل له تختار من القنوت شيء قال ما جاء في الحديث فلا بأس به، كما جاء في مسائل أحمد مع رواية أبي داود السجستاني. والحديث يؤيده فعل السلف كما قال ابن عبد البر: لا يصح عن النبي في القنوت حديث مسند، وأما عن الصحابة فروي ذلك عن جماعة. انتهى من الاستذكار. هذا بالنسبة لقول أهل الجرح والتعديل في هذا الحديث اللي هو حديث الحسن ابن علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأما من الآثار فعن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: إن ابن مسعود وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. رواه ابن أبي شيبة وحس جود إسناده الألباني في رواية الغالب. وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان ابن مسعود لا يقنت في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركوع. أيضا رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني في رواية الغليل. طيب، إذن هذه في رواية قبل الركوع، وأيضا يجوز بعد الركوع. طيب، وقت قنوت الوتر هذه مسألة أخرى، متى يكون قنوت الوتر؟ انتهينا أنه يشرع القنوت في الوتر، ومنهم من جعله في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من جعله في النصف الأخير من رمضان، وهذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، وروي ذلك عن علي ابن أبي طالب وأبي بن كعب، وبه قال ابن سيرين وسعيد بن أبي الحسن والزهري محمد بن شهاب بن مسلم بن شهاب الزهري ويحيى بن وثاب ومالك، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. طيب، إذن لكن أيها الكرام الفضلاء، يجوز القنوت في الوتر في كل السنة، انتبهوا لهذا، ويستحب ترك المداومة على القنوت في كل ليلة، فيستحب أن يقنت أحيانا ويترك أحيانا، وهذه القاعدة التي قلناها هي في كل السنن، هذه إنك تفعل أحيانا وتترك أحيانا حتى لا تكون واجبة. قال المردوي في الإنصاف: استحب الإمام أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم. وقال ابن عثيمين في الفتاوى: وأما القنوت في الوتر فليس بواجب، وينبغي للإنسان ألا يداوم عليه، بل يقنوت أحيانا ويترك أحيانا، وهذا في كل السنن خلى الرواتب طبعا اللي هي 12 ركعة، فالمداومة عليها أفضل. وقال الألباني رحمه الله في صفة الصلاة: إنما قلنا كان يقنت أحيانا لأننا تتبعنا الأحاديث الواردة في إيتاره، يعني في وتره، وهي كثيرة صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أكثرها لا تتعرض لذكر القنوت مطلقا، كما في حديث عائشة وابن عباس لما بت عند خالة ميمونة. ومقتضى الجمع بينها وبين حديث أبي، وما في معنى أن يقال أنه كان يقنت أحيانا ويدع أحيانا، وهذا هو الصواب إن شاء الله. طيب، إذن قلنا يشرع القنوت في الوتر في جميع السنة، ومنهم من اختاره أنه في النصف الثاني من رمضان كما ذكرنا، وفي جميع السنة، وهذا مذهب الحنفية أنه في جميع السنة، والحنابلة أيضا. ووجه عند الشافعية قواه النووي، وبه قال طائفة من السلف، واختاره ابن حزم، واختاره الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني كما بينا آنفا. وأيضا والدليل نفس حديث الحسن بن علي، هو عمدة الباب، احفظوا هذا، هو عمدة الباب حديث الحسن ابن علي. طب وإيش وجه الدلالة؟ أن النبي لم يخص القنوت بوقت دون آخر، ما خص القنوت بوقت دون آخر. طيب، مسألة هنا: التأمين خلف الإمام في قنوت الوتر يشرع ولا ما يشرع؟
آه مشايخنا سنة أنا أحنا بتكلم يشرع أنك أنك تأمن خلف الإمام ولا غير مشروع؟ أي ممتاز خلاص هذا الذي نريد نفهم السؤال ونجيب على قدر فهم السؤال. يشرع التأمين خلف الإمام في قنوت الوتر وهذا مذهب الشافعية مذهب الشافعية ومذهب الحنابل أيضا. الشافعية ذكر هذا الكلام في المجموع لنووي هو في مغني المحتاج للشربيني والحنابلة كما جاء عند الإمام البهوتي في منتهى الإرادات وعند أيضا ابن قاسم في حاشية الروض المربع وهو قول عند الحنفية لأن الحنفية يقول لك لا ما تأمن وراء الإمام في قول عندهم أنك تأمن وراء الإمام في الوتر واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال يقاس على التأمين في الفاتحة فيكون مشروعا وبه أفتت اللجنة الدائمة. يشرع التأمين على الدعاء في الوتر في القنوت آسف وحكي ذلك عليه الإجماع. قال ابن قدامة إذا أخذ الإمام في القنوت أمن من خلفه لا نعلم في ذلك خلافا لا نعلم في ذلك خلافا. طيب وقال الإمام أحمد ويرفع يديه في حال القنوت هذه المواطن التي يرفع فيها اليدان انتهى من المغني. طب وش الدليل؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح هذا قنوت النازلة يسموه له أحكام أخرى في دبر كل صلاة يعني قبل ختام الصلاة قبل ما يخرص منها بعد ما قام إذا قال سمع الله لمن حمد من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل بسكون العين المهملة وذكوان وعصية بضم العين المهملة ويؤمن من خلفه. وهذا الحديث إسناده صحيح أو حسن وحسنه الألباني وصححه أحمد شاكر. طيب من هنا استفدنا أن هنا موطن أيضا أن القنوت بعد الركوع أيضا. وجه الدلالة هنا لا فرق بين قنوت النازلة وبين قنوت الوتر لأن الكل دعاء قنوت من الإمام في الصلاة فيستحب التأمين عليه انتهى من المجموع شرح المهذب للنووي. أيضا والإمام يجهر بالدعاء ليسمع المأموم حتى يؤمن. قال ابن القيم سئل أحمد عن الرجل يقنط في بيتي أيعجبك يجهر بالدعاء؟ قال يسره وذلك أن الإمام إنما يجهر ليؤمن المأموم. هذه والله يعني فعلا بدائع الفوائد هذه من بدائع الفوائد الإمام ابن القيم وقد ذكرها الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد رحمه الله يقول كلام هنا كلام جميل وماتع يعني شوف انظر إلى فقه العلماء يقول لك لو واحد في البيت يقنط في البيت يسر بالقنوت ولا يجهر؟ قال يعجبني أن يسر لأن إنما يجهر الإمام ليؤمن المأموم طب وإن جهر فلا حرج وإن جهر فلا حرج ربما سمع جهره بعض أهل البيت فأمنوا على دعائه. طيب مسألة أخرى محل القنوت في الوتر يكون في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية ولا قبل الركوع ولا بعد الركوع ولا في الركعة الأخيرة؟ محل القنوت في الوتر في الركعة الأخيرة بعد الركوع لحديث ابن عباس ويجوز قبله وهذا مذهب الحنابلة وبه قال الطائفة من السلف قال ابن المنذر وقال أنس بن مالك كل ذلك كنا نفعل قبل وبعد أبو حمزة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وممن رأى أن يقنت بعد الركوع أيوب السختياني وأحمد بن حنبل وروي هذا القول عن الحسن البصري وحماد وأبي إسحاق. نعم طيب إذن قلنا بعد الركوع لحديث ابن عباس
ويجوز قبله، وهذا مذهب الحنابلة وبيقرط ابن السلف، وهو قول فقهاء أهل الحديث، وهو قول فقهاء أهل الحديث، يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعد الركوع لأنه أكثر وأقيس، فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد سمع الله لمن حمده، فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه كما بنيت فاتحة الكتاب على ذلك، أولها ثناء وآخرها دعاء، انتهى من مجموع الفتاوى. وهذا والله يا أحبابي قول نفيس جدا، هذا سبحان الله قد يعني هذا كلام أهل العلم، ده كلام نفيس وعجيب، الله أكبر. انظر إيش يقول، يقول يجوز قبل وبعد الركوع، لكن أفضل بعد الركوع. ليه؟ لأن أنت بتقول سمع الله لمن حمده، فهو دعاء مناسب لأنك بتقول سمع الله لمن حمده. طبعا اختار ذلك بن باز وبن عثيمين، واختار ابن حجر أعني بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع فأيضا يصح قنوته لورود السنة بذلك جميعا. يقول ابن حجر كلام نفيس فتح الباري، يقول: مجموع ما جاء عن أنس ابن مالك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، اللي هو القنوت عند النازل أنه هو بعد الركوع بدون خلاف، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح، من اختلاف التعدد، يعني من اختلاف التعدد. طيب سؤال الآن، نحن نأتي الأسئلة بعد الدرس، لا وقت للأسئلة الآن، الأسئلة بعد الدرس، اكتبوا اللي عنده سؤال بعد الدرس. طيب الآن نأتي لأفضلية القنوت بعد الركوع. الآن احنا هل هناك أفضلية القنوت بعد الركوع؟ نعم، جاء عن عبد الرحمن بن عبد القاري يقول: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، كل واحد يعني يصلي لنفسه، أو إمام وماخذ وراء مجموعة يصلون، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، المقصود بها البدعة اللغوية وليس البدعة الشرعية، لأن البدعة الشرعية ضلالة، فالنبي يقول: وكل بدعة ضلالة، وهذا يقول لك بدعة حسنة وبدعة سيئة، نصدق النبي ولا نصدق من قال؟ لا نصدق النبي طبعا عليه الصلاة والسلام، أن كل بدعة ضلالة، إنما هنا المقصود بها البدعة اللغوية. نعم، والتي ينامون عنها أفضل، يعني اللي بتكون في آخر الليل، لأن الناس كانوا يقومون أوله، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، يعني في النصف الثاني من رمضان يقنتون: اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو للمسلمين، ثم يستغفر المؤمنين، وكان يقول إذا فرغ من لعنه للكفرة وصلى على النبي واستغفر المؤمنين والمؤمنات: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. طيب هذا طبعا الحديث الجميل، هذا الموقوف رواه ابن خزيمة وصححه العلامة الألباني في تخريجه على صحيح ابن خزيمة. وجه الدلالة هنا قال: ثم يكبر ويهوي ساجدا، يعني الدعاء هنا وين كان مكانه؟ مشايخ، ثم يكبر ويهوي ساجدا، يعني الدعاء في مكانه بعد الركوع. بعد الركوع. أحسنتم، يعني الدعاء هنا بعد إيش؟ بعد الركوع. وعن أبي رافع أيضا مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: صليت خلف عمر فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. هذه ثلاث سنن: بعد الركوع مع رفع اليدين ويجهر بالدعاء، رواه عبد الرزاق في المصنف. وعن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل يقول أنه كان يقنت بعد الركوع، يروي ذلك عن عمر، رواه ابن أبي شيبة. وعن العوام ابن حمزة قال: سألت أبا عثمان اللي هو النهدي عن القنوت فقال: بعد الركوع،
فقلت عمن؟ يعني الكلام ده بتروي عن مين؟ قال عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. هذا رواه ابن أبي شيبة وحسنه العلامة الألباني ويجوز قبل الركوع، لكن أفضل لو كان بعد الركوع، كما بينا آنفا من فعل ابن مسعود ومن كلام أنس. طيب، الأدعية التي واردة في دعاء القنوت، اللي هو طبعا عمدتها دعاء الحسن بن علي الذي بين يدينا رضي الله عنهم، وأيضا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عند أهل السنن جميعا، رواه الخمسة أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي بن ماجة رحمة الله على الجميع، وصححه العلامة أحمد شاكر، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومن الأشياء الجميلة، أبو داود بوب قال: باب القنوت في الوتر. الله أكبر. والكلام أيضا النسائي قال: باب الدعاء في الوتر. كلهم يرون أن هذا من أدعية إيش؟ من أدعية الوتر. وأيضا فيما مر معنا أيضا من فعل أبين لما كانوا يدعون. كل هذا يدل، هذه أدعية. وأيضا من السنة كما قلنا رفع اليدين في دعاء القنوت، وهو مستحب، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ورواية عن أبي يوسف من الأحناف، وبه قال بن باز بن عثيمين والألباني. والأدلة كما جاء عند مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كسفت الشمس فنبذتها. يعني أول قال كنت يعني أتدرب كده برمي السهام، كسفت الشمس على طول رميتها ورحت أصلي، ألحق أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله في كسوف الشمس عليه الصلاة والسلام. قال: فأتيت وهو قائم في الصلاة رافعا يديه، فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها، فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. وجه الدلالة هو أن رفع اليدين في الصلاة يدل على مشروعية رفع اليدين في القنوت، ذكره ابن رجب في فتح الباري. وأيضا لقد جاء صريحا عند أبي عوانة في مستخرجه وعند الطبراني في معجمه، قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداء. ما هي إيش هي صلاة الغداء؟ ما هي صلاة الغداء؟ الظهر. إيش؟ صلاة الظهر أعتقد. ضحى. طيب. الظهر. خلاص، اللي أجاب يا أخوان، إحنا ما أنا قاعدين في انتربتد، اللي أجاب انتهينا، يجيب غيره ونشوف حتى يحصل مايند ستورم ونصل الجواب. الآن واحد قال الضحى، واحد قال الظهر، طيب، وواحد قال الآن الفجر. طيب، ها كملونا وبعد. ها يخلع ممكن فجر سيدنا. نحن قلنا الحديث بيقول لك صلى الغداء ورفع يديه يدعو عليهم، رواه كما قلنا أبو عوانة وغيره. ما هي صلاة الغداء؟ العصر يا خلا. طيب، أنت تقول صلاة العصر، ممتاز. طيب، غيره؟ الفجر سنة ودون وعشية. يا مشايخ، ما هي صلاة الغداء؟ أظن الشيخ ما بين الفجر وطلوع الشمس.
طيب ممتاز، هذا شيء جميل. اذا بين الفجر وطلوع الشمس صلاة العصر، منهم من قال صلاة الظهر. طيب ها من ايوه نريد معلومات اخرى. هل هي صلاة الصبح؟ صلاة الصبح. صلاة الصبح طيب، وبعدين نريد ايضا اجابات اخرى. شيخنا خلاص انت اجبت خلاص يا فارس. لا ما تزيدش يا حبيبي، لا خلاص انت اجبت. لا ما تقدرش تزيد خلاص، just only one answers، اجابه مره واحده بس. حاضر خلاص ايوه. طيب يا شيخ طيب ممتاز. هي صلاة الضحى. ممتاز طيب ممتاز طيب ممتاز. صلاة الفجر طيب. صلاة الغداء. هي صلاة الفجر صلاة الغداء. ممتاز. إذا الآن أيها الكرام الفضلاء الله يرضى عليكم، الآن حفظكم الله ورعاكم، اكتبوا هذه المسألة حتى نعرف أسماء الصلوات. طيب صلاة الهجير صلاة الظهر، لأنه بيكون إيش التهجير بالظهر، لأنه بيكون في وقت الهجير وهي شدة الحر. طيب صلاة العتمة صلاة العشاء، صلاة العتمة صلاة العشاء لأن الوقت فيها قد أعتم وأظلم. صلاة الغداة صلاة الفجر حفظكم الله، صلاة الغداء هي صلاة الفجر حفظكم الله. فإذا قال الإنسان أريد أن أتغدى، إحنا بنقول نريد أن أتغدى متى يا حبايبي؟ الظهر. بعد الظهر. وهذا خطأ ولحن، وهذا خطأ ولحن، وإلا أكلة الغداء هي متى؟ بعد الفجر الفطور قبل الظهر. يا سلام يا سلام. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ابن القيم خرجت من عنده بعد صلاة الغداة ثم رجعت إليه وقد ارتفعت الشمس، فقلت يا إمام أما زلت على مكانك؟ قال نعم، هذه غدوتي إذا لم أتغداها ذهبت قوايا. وضحت؟ إذا لم أتغداها ذهبت قواي. إذن نقول إن المقصود هنا بالغداء هو وقت الفجر، والهجير هو وقت ماذا؟ الهجير وقت ماذا؟ الظهر. الهجير وقت الظهر. طيب وهجر بالصلاة، وهجر بالصلاة. طيب والعتمة وقت ماذا؟ العشاء. ها؟ العشاء. العشاء. طيب والعشي وقت ماذا؟ لما نقول صلاة العشي، صلاة العشي صلاة المغرب. لا المغرب أحسن. العصر يا شيخ. يا مشايخ انت عارف اللفظة دي كلها دي لفظات حديثية، جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي وهي إما الظهر أو العصر. شفت يا حبايبي؟ إما الظهر أو كلاهما يقال عليه صلاة العشي، يا الظهر ويا العصر. عرفتم حبايبي؟ يعني شيخنا الله يحفظك، يعني الصلاتين مع بعض يسمى العشي، لكن لكل صلاة لها اسم خاص صحيح كذا يا شيخ؟ اللي هي الظهر والعصر. اي تمام جزاك الله خير. ايوه. ولذلك قال الخليل بن احمد الخليل بن احمد الفراهيدي قال والعشي اخر النهار وله مبتدأ وله منتهى. مبتدأه بعد الزوال فدخل في صلاة الظهر. الظهر اللي بعد ايش؟ بعد الزوال الى وقت ايش؟ الى وقت العصر. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين والعشي يبتدئ من زوال الشمس عملا بالحديث الذي ذكرت لكم آنفا، ويدخل فيه صلاتي الظهر وصلاة ايش؟ وصلاة العصر. طيب أعيد مرة ثانية من أول اليوم، نقول صلاة الغداة هي صلاة إيش؟ الفجر. صلاة أحسن. طيب الفجر. صلاة الغداء
هي صلاة الفجر. طيب وصلاة العشي صلاة إيش؟ الظهر أو العصر. الظهر والعصر. كلاهما الظهر والعصر يدخلون جميعا. طيب واحنا قلنا هذه وردت اصلا وردت في النص حتى قال الراوي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي الظهر او العصر، فهو ذكرها كذا من حديث ابي هريره عند ابي داود ذكرها هكذا. طيب ممتاز. طيب وصلاة العتمة هي صلاة ايش؟ العشاء. صلاة العشاء. طيب وصلاة الأوابين صلاة ايش؟ الضحى. أحسنتم. لورود الدليل صلاة الأوابين حين ترمض الفصال صلاة ايش؟ صلاة الضحى. إذن الآن عرفنا الأسماء جميعا، بعد كده لما أهلك في البيت يحضروا لك طعام الغداء قل لهم ده اسمه العشي يا حبايبي، هذا اسمه العشي وليس الغداء. الغداء الذي يكون نسميه نحن الآن الإفطار اللي احنا بنسويه نسميه الإفطار. طيب احنا في المسألة وصلنا لحد مسألة ايش؟ المسألة اللي احنا كنا بنتكلم فيها ايش هي كانت؟ قنوت كانت. ايوه لا اخر مساله كنا بنتكلم عن ايش؟ احنا خرجنا ليش يعني كنا بنتكلم عن ايش؟ عن رفع اليدين. عن رفع اليدين. طيب عن رفع اليدين. طيب عندنا الان مساله، انتهينا من موضوع رفع اليدين وعرفناها. طيب عندنا الان مساله وهي مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من القنوت. وايش رايكم؟ لا يجوز. ممتاز جميل. راي اخر؟ لا يصح. ممتاز. طيب حديث ضعيف. اعلموا تماما أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء بعد القنوت، ما لم يشرع في ذلك شيء. ولذلك يقول ابن المبارك عن رجل إذا دعا مسح وجهه قال لم أجد له ثبتا، يعني قال ما في عليه دليل، قال ولم أره يفعل. وقال علي اللي هو اللي روى عن ابن المبارك اسمه علي الباشاني قال ولم أره يفعل ذلك. وسئل ابن المبارك عن الرجل يبسط يديه فيدعو ثم يمسح بهما وجهه قال كره ذلك سفيان. انتهى من السنن الكبرى للبيهقي. وهذا مذهب الشافعي على الصحيح كما نقله النووي وذكر في الأذكار، ونص عليه مالك. قال ابن رشد الجد في مسح الوجه باليدين في الدعاء، وسئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء وقد بسطها قبل ذلك، يعني فتح كفيه يدعو، فأنكر ذلك وقال ما أعلمه. قال محمد بن رشد إنما أنكر ذلك مالك لأنه رآها بدعة، عشان ما يجي واحد يقول لك احنا مالكية، قل له مالك يرى هذا الفعل بدعة، إذ لم يأتي بذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدخل فيه للرأي. انتهى من البيان والتحصيل. وهو قول للحنفية كما في الفتاوى الهندية، لو بسط يديه بعد الفراغ ومسح بهما وجهه قيل تفسد صلاته. ايش رايكم؟ عشان ما يجي لك واحد يقول لك يا اخي احنا عندنا في احنا احناف وبنمسح وجهنا بعد الدعاء، قول له يا حبيبي تفسد صلاته، كما جاء في الفتاوى الهنديه وجاء في حاشيه الطحطاوي. انتبهتم؟ وهو روايه عن الامام احمد. يقول ابو داود في مسائله للامام احمد سمعت أحمد سئل عن الرجل يمسح وجهه بيده إذا فرغ في الوتر قال لم أسمع به، وقال مرة أخرى لم أسمع فيه بشيء، قال ورأيت أحمد لا يفعله وضحت يا أحباب الكرام. طيب وهذا أيضا اختاره الأجر في الإنصاف وابن تيمية في الفتاوى
قال وأما ما جاء من الأحاديث في مسح الوجه فلا تقوم بهما حجة. من مثل الأحاديث هذا اللي هو السائب بن يزيد يقول كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا تقوم بحجة، ضعيف ما يصح. واختاره أيضا ابن باز قال المسح للوجه لم يرد فيه أحاديث صحيحة وكلها لا تخلو من ضعف، فالأرجح أنه لا يمسح وجهه بيديه. انتهى من مجموع الفتاوى. وبه قال ابن عثيمين قال أما مسح الوجه بعد انتهاء الدعاء فليس بسنة لا في قنوت ولا في غير قنوت. انتهى من الشرح الممتع. وضحت يا أحبابي. وذلك إذن ما في شيء اسمه مسح الوجه باليدين، لا في أي دعاء، لا في قنوت ولا في غير قنوت، لا في قنوت ولا في غير قنوت. أيها الكرام الفضلاء، يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله إن النصوص الثابتة في رفع الأيدي للدعاء كثيرة جدا ولم ترد واقعة المسح في شيء منها. انتهى من كتابه الماتع، جزء في مسح الوجه بعد الدعاء، وهو عمل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومسألة عبادة هذه، وأيضا لم يثبت عن أحد من الصحابة، ولو كان سنة لانتشر فيهم، لأن من السنن الظاهرة، وهم الذين لم يتركوا شاذة ولا باذة إلا ورووها في عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني قال هو دعاء في الصلاة، فلم يستحب مسح وجهي كسائر الأدعية في الصلاة، لأنك أنت في الصلاة بتقول ربنا ولك الحمد، ما هو كلها أدعية الصلاة، هل فيها أنك أنت تمسح وجهك؟ بتدعو أنت في السجود، هل تمسح وجهك؟ وذاك لا، طبعا استدلال جليل من ابن قدامة. طيب القنوت هل فيه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم يسن ذلك، وهو الصحيح من مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وقول عند الحنفية رحمة الله على الجميع، والدلالة فيه فعل أبي بن كعب أنه كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أثر معاذ بن الحارث، معاذ بن الحارث الذي رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الألباني إسناده صحيح موقوف. طيب أخيرا وليس آخرا، ما يجتنب في دعاء القنوت؟ احذر في دعاء القنوت المبالغة في رفع الصوت، وأيضا رفع الصوت بالبكاء، وتكلف السجع والإطالة على الناس في دعاء القنوت. وإن شاء الله عز وجل بذلك نكون قد استوفينا ما هو في أحكام القنوت في وتر وفي غيره. والآن نكمل شرح هذا الحديث، حديث الحسن ابن علي. تفضل مولانا. وفعل ما لا يحبه وترك ما يحبه، وفهذه حقيقة العافية. ولهذا ما سئل الرب شيئا أحب إليه من العافية، لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. ومما يدل على هذا ما رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره عن شكل بن حميد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به، قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. فهذه دعوة جامعة وشاملة للوقاية من الشرور كلها في الدنيا والآخرة، وفي الأدب المفرد وغيره عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به، قال يا عباس طبعا هذا اسمه شكل بفتح الشين المثلثة وفتح الكاف، شكل ابن حميد العبسي، طبعا من بني عبس، وعبس هذول من غطفان،
وهو صحابي نزل الكوفة، وكان من رهط حذيفة بن اليمان من جماعته يعني، وله صحبة. وسبحان الله عنده ابنه اسمه شتير، شتير بضم الشين وفتح التاء والثناء الفوقانية، شتير بن شكل عن أبيه شكل بن حميد، هو الذي روى هذا الحديث: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به، فأخذ بكفي. يا الله، وهذا هذا الحديث المسلسل يعني، إنك أنت من السنة ولا مانع من ذلك إذا سلمت على الإنسان تأخذ بكفيه وكذا. وقال الله: من أعوذ بك من شر سمعي ما يسمع الحرام والأغاني والغيبة والنميمة، ومن شر بصري لا ينظر إلى الحرام، ومن شر لساني أن يتذوق حراما أو أن ينطق حراما، ومن شر قلبي أن يعشق حراما أو أن يتلذذ بحرام، ومن شر مني أن يكون في حرام، أن يكون هذا المني فين؟ في حرام. وهذا يعني تعوذ جميل، علينا أن نحفظه وأن نذكره وأن نتعوذ به، وهذا يغفل عنه كثير كثير من الناس. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مني ومن شر قلبي ومن شر مني. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. خمس تعوذات جميلة جدا جدا أيها الكرام الفضلاء، خمس تعوذات جميلة جدا، ما أحرانا أن نحفظها وأن نتعوذ بها في غير وقت محدد، أي وقت، أي وقت تعوذ به. مثل أيضا حديث: من استعاذ في يوم من النار سبع مرات، لم يحدد لها وقت، عن أبي هريرة صح الألباني، وليست لا بعد الفجر ولا بعد المغرب، وفي رواية ثلاثا، في أي وقت، لا تجعل لها وقتا معينا، لأنك لو جعلت لها وقتا معينا أنت بذلك تكون دخلت في بدعة الوصفية، دخلت في البدعة الوصفية الإضافية. لكن بدون وقت تتعوذ، النار تشفع لك عند الله وتقول: اللهم أعذه مني، والجنة تشفع لك وتقول: اللهم بلغه إياي. نعم، تفضل أكمل فضيلتك. نعم، يا عباس لله العافية، ثم وكست قليلا ثم جئت فقلت: تعلمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة، قوله: وتولني في من توليت، في سؤال الله التولي الكامل الذي يقتضي التوفيق والإعانة والنصر والتسديد والإبعاد عن كل ما يغضب الله، ومنه قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقوله: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقوله: والله ولي المؤمنين، وقوله: والله ولي المتقين، وهي ولاية خاصة تقتضي حفظهم ونصرهم وتأييدهم ومعونتهم ووقايتهم من الشرور. ويدل على هذا قوله في هذا الدعاء: إنه لا يذل من واليت، أنه أي منصور عزيز غالب بسبب توليك له. وهو ها في هذا تنبيه على أن من حصل له ذل من الناس وهو بنقصان ما فاته من تولي الله، وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل كله، ولو سلط عليه من في أقطار الأرض فهو العزيز غير الذليل. وقوله: وبارك لي فيما أعطيت، البركة هي الخير والكثير الثابت، وفي هذا سؤال الله البركة في كل ما أعطاه من علم ومال أو ولد أو مسكن أو غير ذلك،
بأن يثبته الله يثبته له ويوسع له فيه ويحفظه ويسلمه من الآفات. وقوله أقني شر ما قضيت أي شر الذي قضيته، فإن الله تعالى قد يقضي بالشر بحكمة بالغة، والشر واقع في بعض مخلوقاته. لا في خلقه وفعله، فإن فعله وخلقه خير كله. وهذا الدعاء يتضمن سؤال الله الوقاية من الشرور والسلامة من الآفات والحفظ من البلايا والفتن. وقوله إنك تقضي ولا يقضى عليك فيه التوسل إلى الله سبحانه بأن يقضي على كل شيء، لأن له الحكم التام والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة، فهو سبحانه يقضي على في عباده بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. وقوله ولا يقضى عليك أي أنه سبحانه لا يقضي عليه أحد من العباد بشيء، فالعباد لا يحكمون على الله، بل الله سبحانه هو الذي يحكم عليهم بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد. وقوله إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت فيه هذا التعليل لما سبق في قوله وتولني في من توليت، فإن الله سبحانه إذا تولى العبد فإنه لا يذل، وإذا عاد العبد فإنه لا يعز ولا يطلب نيل العز والوقاية من الذل إلا منه سبحانه. قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقوله تباركت ربنا وتعاليت، معنى تباركت أي تعظمت يا الله، ولك العظمة الكاملة والكبرياء التام، وعظمت أوصافك وكثرت خيراتك وعم إحسانك. وقوله وتعاليت أي أن لك العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا، وهو سبحانه العلي بذاته، قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، أو العلي بقدره وهو علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة ولا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، والعلي بقهره حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها، وجميع الخلق نواصيهم بيده، فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وهو وعلى كل فهذا دعاء عظيم جامع لأبواب الخير ووصول السعادة في الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يعتني به في هذه الصلاة صلاة الوتر التي يختتم بها صلاة الليل، ولا بأس لو زاد المسلم على ذلك الدعاء لعموم المؤمنين بما استطاع من خير، والاستغفار لهم والدعاء على أعدائهم. والصلاة والسلام على رسول الله، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. عليه الصلاة والسلام وإياكم. هنا مسألة إن شاء الله عز وجل نختم بها هذا الباب الماتع جدا في مسألة القنوت، لأنه نحتاجه كل يوم، القنوت هذا كل يوم وحن نوتر نحتاجه أيها الكرام الفضلاء. طيب إذا أثنى الإمام في القنوت ماذا يقول المأمومون؟ ماذا يقول المأمومون إذا أثنى الإمام؟ يعني مثلا إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. يا أحبابي الله يرضى عليكم،
الكلام عم طاهر بيتكلم الآن يريد أن يقول شيء ينتهي بعدين اللي بعد فضلنا. أيوة ماذا يقول؟ حقا سيدنا ممتع. يعني مثلا يفعل كما يفعل بعض الناس في كل مرة يجيب له كل مشاكل مرة حقا مرة صدقا مرة يا الله وكذا. أستاذ أنا أقول سكوت يا شيخ. ممتاز ممتاز. الآن أنت فضيلتك تقول السكوت. أنت تقول يسكت. ممتاز طيب. وعم طاهر يقول صدقا. طيب ها في 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 كلام آخر. سبحانك. أيضا ممتاز سبحانك. طيب وبعد يسكت يا شيخ. ممتاز يسكت. نعم هو لا 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 هي لا خيرين يا شيخ. ياخذ كلمة زي سبحانك ويرددها طول الدعاء أو ما يغير الكلمة. ممتاز. هذا قال يقول سبحانك في كل الكلمات ولا 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 يردد كلمات ولا يردد كلمات أخرى. طيب هل إضافات أخرى؟ ممكن الشيخ يقول في نفسه يقول سبحانك يعني في نفسه يعني. ممتاز يقول سبحانك في نفسه ولا يجهر ولا يجهر بها. طيب ممتاز. ها طيب خلاصة هذه المسألة أيها الكرام الفضلاء التي حقيقة أنت أحيانا تجد أن الموضوع يعني الناس فيه وجوه شتى فكلما قال الإمام كلمة تجد أنهم يختارون له كلمة معينة. فمثلا إذا قال اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. واصرف عنا هذه زيادة. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد المختار يقول ابقى على ما ورد وقنا شر ما قضيت كما وردت. لأنه إذا وقاك صرف عنك. أيوة إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من ولا. يقول هنا سبحانك تباركت ربنا وتعالى يا الله لك الحكم فيما قضيت يا الله نستغفرك ونتوب لك يا الله. صحيح مشاهدة هو اللي بنسمع حبايبي صح ولا لا؟ ممتاز هذا هو. طيب نريد أن نقول أيها الكرام الفضلاء في هذه المسألة خلاصتها على ما قاله أهل العلم أنه إما أن يؤمن لأن الثناء في سياق الدعاء وإما أن يسكت حتى يبدأ بعد ذلك دعاء فهو يؤمن مع من؟ مع الإمام. وبعض أهل العلم قالوا لا بأس إن قال سبحانك فقط. أما يا الله إلى غير ذلك بعض أهل العلم قال فإن قال يا الله بطلت صلاته لأنها كلام خارج عن الصلاة. كلام خارج عن إيش؟ كلام خارج عن الصلاة. والقول عند أهل العلم أن الكلام الخارج عن الصلاة في غير حاجة يبطل الصلاة. ليه قلنا في غير حاجة؟ لأن أحيانا الإمام يقوم إلى الخامسة في أربع فيسبح له الناس فلا ينتبه فهنا لا بأس إن قلت اجلس إنها الخامسة لأن هذا كلام في مصلحة الصلاة. وأختم لكم بقول الشيخ بكر أبو زيد في كتاب تصحيح الدعاء يا ريت تقتنوا هذا الكتاب وتنزلوه من على الشبكة PDF وتقرؤوه. قال وقد حصل من الأغاليط والمحدثات في الدعاء والذكر ما يأتي جواب المأموم على مواطن الذكر من قنوت الإمام بلفظ حقا
أو صدقا وعدلا أو نشهد أو صدقت أو إلى غير. قال كلها لا أصل لها, كلها لا أصل لها. إذن إما أن تسكت وهو أحب إلي حقيقة حتى يشرع بعد الثناء في الدعاء فتؤمن معه, وإما أن تقول, وإما أن تقول ماذا, وإما أن تقول سبحانك, وإما أن تقول سبحانك. وأحب إلي أن تسكت حتى يشرع الإمام بعد الثناء في الدعاء فتدعو معه. ونقلنا لكم كلام الشيخ بكر أبو زيد آنفا, ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أي سؤال بعد الدرس حتى لا يذهب منا الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى, ونرجع إلى كتابنا الثاني وصلى الله عليه وحمد الله وصحبه وسلم. نحن أحباب الكرام, نحن أحباب الكرام نطيل في فقه الأدعية والأذكار, لأن نحن ليس الكتاب هو يعني كتاب مجرد فقط لدعاء ونمر عليه ونمضي, لا, دي مسألة تعم بها البلوى ومسألة يكثر فعلها في كل يوم. يعني دعاء القنود أنا متأكد أن احنا اليوم ذكرنا أشياء ربما كثير منا يسمعها للمرة الأولى فيبدأ يصحح فيها, يصحح فيها قنوته بعدما كان يقنط بصورة خاطئة, يبدأ يعرف الآن كيف آداب القنوت وما هو فقه القنوت وما الذي يقال في القنوت. وأنا أمسح, بعض الناس هو في كل دعاء يقعد يمسح وجهه, في كل دعاء يمسح وجهه ويظن أنها من السنة. فلذلك أنا بعتبر درس فقه الأدعية والأذكار هو درس فقه مع درس أذكار وأوراد, فتصبروا علينا جزاكم الله خير, لأنه المنية تخترم والعمر يمضي, ولا والكتاب إذا قرأناه يعني ربما يصعب الوقت أن نعيد قراءته مرة أخرى. فلذلك تصبروا علينا وكله مستفيد, وأنتم تحضركم الملائكة إن شاء الله وتغشاكم السكينة وتنزل عليكم الرحمة ويذكركم الله في من عنده. تفضلوا تفضلوا. نعم, جزاكم الله خير وكتب الله أجركم.